العروض العلميه اللي بتتقدم كمان يا فندم بتبقى جاذبه جدا للاطفال للاهالي علشان تخلي الولاد يستمتعوا يعني بوقتهم، وهم كمان على فكره برضو بيتبسطوا جدا من العروض العلميه اللي بتتقدم. عايزه حضرتك كده تشرح للناس العرض العلمي ده اللي هو ممكن الطفل ما ينساهوش ابدا طول حياته، بيبقى مضمونه ايه ومحتواه ايه، لانه بيبقى فعلا شيق جدا. احنا عندنا نوعين من العروض بنقدمهم في القبه السمائيه، في عروض جوه مسرح القبه. أيوة. ودي عروض مالتي ميديا. ايوه. ولغايه 5 سنين فاتت احنا كنا بناجر افلام من الخارج، دلوقتي احنا منتجين الافلام، وفي عندنا 3 افلام انتاج المكتبه، فيلم منهم على ابن الهيثم العالم العربي الكبير طبعاً. وفي فيلم تاني على مكتبه اسكندريه القديمه. وفي فيلم على كوكب بلوتو بعد ما اتشال من المجموعه الشمسيه. احنا دلوقتي المجموعه الشمسيه 8 على فكره مش 9. أيوة. للمعلومه يعني. الفيلم بيبقى فتره قصيره من نص ساعه لساعه الا ربع، وبياخد نظريه علميه يا اما بيشتغل عليها بناحيه تحليليه يا اما بشكل انيميشن يا اما بيبقى فيه حاجات لايف تصوير ويدمج فيها حاجات انيميشن. كويس. وزي ما بقول لك هو بياخد نظريه معقده ويقدمها بشكل مبسط. ده شكل العروض اللي بتتعمل جوه القبه. في عندنا شكل تاني من العروض وهي شكل عروض انتر اكتف، ان انا مش الزائر اللي جاي لي مش هيتفرج على حاجه على شاشه وخلاص، لا يبقى في حد تاني بيتفاعل معاه. ودي يا اما جوه القبه، احنا في عندنا فلكي موجود معانا في التيم بتاعنا بيتكلم على النظريات والنجوم طبعاً والمجموعات النجميه. معلومه بقى. وفي الوقت اللي احنا بنصور فيه دلوقتي في امسيه فلكيه، الناس بتبقى الجمهور موجود جوه القبه وبعدها بيطلع يعمل رصد فلكي في السماء في سماء اسكندريه هنا. دي عليها اقبال دي يا فندم. يعني الناس بتحب انها كتير تتفاعل كتير على ارض الواقع مع اللي بيشوفوه. في شكل تاني من العروض ودي بتتعمل على ستيج، بيبقى في عندنا انيميترز بيشتغلوا بتجارب علميه زي اللي بتتعمل في ورش العمل هنا بس بشكل مسرحي. فالمسرحيه الفنيه اللي كل الناس بتعرفها بتتحول الى تجربه علميه. واحنا بنشترك كمان في المعارض العلميه الاقليميه، في عندنا في الفتره بتاعت دلوقتي احنا مشاركين في معرض العلوم بتاع ابو ظبي، وفي واحد تاني في الخبر هيبقى كمان كام شهر، وفي احتفاليه العلوم بتاعت المكتبه السنويه في ابريل. الاحتفاليات دي كلها بيبقى فيها عروض علميه بشكل مسرحي، فدي الاشكال المختلفه من العروض اللي زي ما حضرتك قلتي بالظبط، هي بتدي تجربه متكامله. مش مجرد زياره، فالطفل لما يشوف حاجه زي كده عمرها ما هتطلع من دماغه ابدا. ده حقيقي فعلا، لانها طبعا تجربه يعني نادره في حياته. أكيد. وبتخليه كمان يفكر كتير جدا. أكيد. في اللي شافه. أكيد. ومن هنا بنخلق الموهبه يعني. ونأمل ان الشباب دول ان شاء الله يطلع شاء الله. يعني شباب يغير لحياتنا الحياه افضل طبعا. وعلى فكره في معارض ومسابقات للمخترعين بتتعمل عندنا هنا، ولاد منها بتطلع ببراءات اختراع وبتتسجل في اكاديميه البحث العلمي ويطلعوا بمنح بحثيه. يعني طبعا هي المسابقات بتكبر مع كبر السن بتاع الولاد يعني. انا اكتشفت في مكتبه اسكندريه ان احنا عندنا اطفال موهوبين مبدعين هيكون لهم اكيد مستقبل كبير. اكتشفت ان عندنا شباب وعقول باحثه وبتقدم علمها في دراسات وبتكملها هنا في مكتبه اسكندريه، وده شيء الحقيقه مشرف ويدعو للفخر وللامل وللاطمئنان كمان. شكرا جزيلا المهندس ايمن السيد مدير مركز القبه السماويه العلميه، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.